نتهم بالمماطله ان احنا نماطل على الشعب الكويتي، لا والله ما حد يماطل على الشعب الكويتي اذا كان الاخ الفاضل يعني ما ادري ما يحبني يكرهني بعد هذا كله أنا بعد ما دشلت يا سمو الرئيس أنا ما أعرفك ترى ولا تعرفني ولا في شيء بيني وبينك شيء شخصي والله علشان أكرهك ولا أحبك أنا بيني وبينك الدستور شو الكلام اللي قلته؟ علاقة هذا الكلام في قاعة عبد الله سالم؟ سمو الرئيس إذا كنت أنت صاحب أسوأ تشكيل حكومي فأنت اليوم صاحب أسوأ رد على استجواب. أسلوبك في استعطاف الحضور ما يليق برئيس وزراء ولا يليق بقائد وأنك بهذا الأسلوب أثبت أنك في موقع ومنصب أكبر منك.